أحيانا يعني تبرز بعض وجهات النظر. هل الجرائم اللي مرت علينا فعلا تثبت هذا الشيء؟ يعني أن المرأة هي الضحية دائما في جرائم القتل؟ هذا كلام عاطفي غير مؤسس يعني. وإحنا أريد أقول للناس أنه المشكلة هي شيخ عبد الله، المشكلة ما في باحثين يتصدوا يقول لهم تعالوا يا جماعة الخير. أنا هذه دراسة قدمتها منهجية، يعني دراسة ممنهجة علمية تقول هذا الكلام وتقول هذه الدوافع الحقيقية لمجتمعنا العماني، وهذه الأسباب مستقاة من وزارة التنمية، مستقاة من الادعاء العام، مستقاة من المركز الوطني للإحصائية. وبالتالي مثل هذا الأحاديث العاطفية أو المبنية على موقف أو على حالة معينة يعني تصبح هي الرائجة، لأنه أصلا نحن يعني نحتاج الحقيقة. ومع ذلك صحيح، هذا الكلام العاطفي المجرد من الدقة يعني أعتقد أنه بشكل واضح تدحض الإحصائيات، وأكاد أجزم يعني من واقع حتى يعني خبرتي المتواضعة أنه بالعكس يمكن معظم الحالات هي كانت المجنى عليه يكون فيها الذكور. وهذا ما لأنه يعني ما لأنه النساء، إحنا في النهاية النساء والذكور، حتى الحديث عن الذكور والنساء أعتقد هذا كلام يفترض أن احنا نتجاوزه حقيقة يعني. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.